رجعنا لكم بعد الفاصل. دخلنا الديك الرومي بتاعنا الفرن وهنرجع نعمل الرز بالخلطة. الرز بالخلطة مقاديره بسيطة جدا وسهلة. معانا نص كيلو رز وبصلاية مفرومة، ربع كيلو طماطم، معلقة بابريكا، وأربع معالق زبدة صغيرين، والتوابل بتاعتنا القرفة والملح والفلفل والبصل. تعالوا نشوف هنعمل الرز بتاعنا ازاي. الرز بتاعنا بكل بساطة طاسة خليدينا وشوية زيت صغيرين. بتأكد بس الأول إن الطاسة بتاعتي سخنة، وببتدي أجيب الرز بتاعي بالشكل ده ومعاها البصل. بحمر البصل بالشكل ده كده، الرز بالخلطة أو الرز البني عامة ليه أكتر من طريقة. إحنا النهاردة هنعمل الرز بتاعنا معاه قرفة، معاه كبدة، معاه توابل كتير كمان. ممكن أحط معاه زعفران لو أنا عايزه يبقى أصفر من غير اللون البني بالشكل ده كده. أول ما أحس إن البصلة بدأت يعني تستوي كده بس بجيب الكبده بتاعتي. الكبده بتاعتي والقوانص والحاجات دي كلها اللي هي كانت موجوده في قلب الديك الرومي. الكبده بتطلع بتتغسل كويس جدا، وفي نفس الوقت كبده الدواجن عامه بتتغسل، غير الكبده اللي هي بتاعت اللحوم. كبد اللحوم مش مستحب او ما ينفعش ان احنا نغسلها، لكن كبده الدواجن مهم قوي ان احنا نغسلها ونشوف لو فيها دهون كتير ممكن نشيلها ونتاكد من نظافتها. بحط هنا برضو شوية توابل صغيرين وأقوم منزل الكبدة بتاعتي بالشكل ده من غير بصل من غير أي حاجة. هقول لحضراتكم ليه نقلب دول. فيها بقى الحاجات اللي فيها كبد أو لحوم حمراء عامة بيبقى مليانة حديد كتير جدا، مهم قوي كمان لصحه الاطفال. الاطفال بيحبوا في السن الصغير بيحبوا الكبد قوي. خلينا نقلب بمعلقه مختلفه الكبد بتاعتنا. الكبد في الرز الخلطه لازم تتقطع صغير جدا، علشان انا كده كده هاكل رز مع الكبد والقوانص، او ممكن اضيف معاها مكسرات، فما ينفعش ان يبقى حجم معلقه الرز وحجم حته الكبده اكبر من معلقه الرز نفسها. دي كبد الديك والقوانص اللي كانت موجوده في قلبيها. اول ما البصله بتتحمر بالشكل ده بنزل بالرز بتاعي كده، بحط معاه ورق اللورة الجميل، عود قرفه مهم قوي، فلفل اسود، رز متبل يعني، شوية ملح، حبيتين قرنفل. لو انا عايزه سبايسي بحط له الشطة الخشنة دي ناشفة دراي. القرفة بقى اهم حاجة في الرز ده، موضوع القرفة. القرفة البودر بحط بالشكل ده كده، قرفة كتير تلاقوش طعمه بيبقى مختلف وطريقته نفسها مختلفة. على الكبدة بحط شوية قرفة صغيرين ومعاها الفلفل الأسود، توابل تاني، شوية البابريكا. دول بيدوا الطعم بتاع التدخين اللي هو السموكت. أول ما أحس إن الكبدة بتاعتي خلاص بدأت تلون كده بسيبها شوية. كل التوابل دي بتعمل حالة حلوة قوي مع اللسان لما أنا باجي أستطعم أو أجي أتذوق أكل، تبقى بتعمل حالة جميلة قوي. كربوهيدرات
بروتين، الفيتامين، الخضار اللي احنا حاطينه. اول ما الرز بحس ان هو خلاص بدا زي ما بيقولوا يطقطق كده، طب احط له الزبده بتاعتي بالشكل ده علشان الزبده. ليه بحط الزبده في الاخر؟ غالبا الزبده بيبقى فيها نسبه عمليه الحرق بتاعها لما بتيجي تتحرق بتوصل لحاجه اسمها التدخين. ايه هو التدخين ده؟ ان انا الزبده بتاعتي تتلون وتتحرق، فما بستخدم ما بتبوظ طعم الاكل نفسه، وفي نفس الوقت ما بيبقاش الفايده بتاعتها كامله للمنتج بتاعي. فبحاول احط الزبده دايما في الاخر غير الزيت. الزيت بيتحرق عند درجه حراره 280، لكن الزبده عند درجه حراره 130. ومعايا محمد. الو الو، محمد من القاهره. الو الو، ازيك يا شيف؟ ازيك يا محمد، عامل ايه؟ ازاي صحتك؟ الحمد لله تمام، اخبارك ايه؟ والله انا بستنظر البرنامج بتاعك ده، خدت بالك؟ ربنا يخليك. النهارده بنعمل ديك رومي للسفره كلها. الله يخليك. ربنا يخليك يا استاذ محمد. الله يكرمك. انت عامل ايه؟ الله الحمد لله. تحب حاجه معينه اعملها لك؟ عاوزين شويه الكوارع، نشوف طريقتها يعني. عن الكوارع؟ حاضر اعملها لك، ولو ان استاذه غاده بتعمل كوارع بطريقه كويسه جدا. بتتابع استاذه غاده؟ ماشي يا استاذ غاده. في نفس يوم الخميس بتعمل اكل مصري واكل شرقي حلو قوي. ماشي 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 يا استاذ محمد. ماشي ماشي، متشكرين قوي. العفو، شكرا. الرز بتاعنا زي ما حضراتكم شايفين بدأ يسخن. بعرف ازاي ان الرزايه نفسها الحبايه نفسها سخنت. بصوا حضراتكم لونها بيتغير، بيوصل للون الابيض اللي هو اللؤلؤي ده. بعرف ان الرزايه نفسها سخنت. من عوامل نجاح الرز حاجه مهمه قوي، ان انا لو الرز بتاعي سخن كويس جدا والميه بتاعتي سخنه اللي انا هضيفها عليه، تعرفوا ان الرز هيستوي ومش هيعجن مني ولا في نفس الوقت ينشف مني. لكن لو الحبايه بارده وحطيت الميه بارده او الميه سخنه فبيتعجن، لو الحبايه سخنه والميه بارده برده اللي بيحصل ان الرز بتاعي بيستوي من بره لكن من جوه بتفضل حبايه نيه. الكبر بتاعتي ريحتها بدات تطلع. اول ما بتوصل للدرجه دي بحط معاها البصل. تعالوا كمان لها عشان احس ان ليها ريحه حلوه انا محتاج اشمها. بتتقلب اهي زي ما حضراتكم شايفين، والرز بتاعي هنحط الميه على الرز وهنقفل عليه بالشكل ده. الطاقه بتاعنا او نشيل دول. المايه بتاعتنا سخنه، بسم الله. ببتدي اقلب كده بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. المايه حوالي عقله صغيره فوق الرز، وبغطي الرز بتاعي بالشكل ده. مهم قوي ان احنا لما نيجي نعمل الديك الرومي او الحاجه اللي بستخدمها كلحوم كدواجن، اعرف ايه الحاجات اللي ممكن تمشي معاه كصوص اجي اكله معاه. هنعمل طريقه بسيطه جدا. ده ديميجلاس باودر موجود في كل الاماكن وسعره رخيص جدا. ديميجلاس ده هنحط عليه شويه ميه وهنحط عليه اعشاب، هيبقى اسمه جريفي، او هنحط عليه ممكن لو حطينا عليه بصل كانه شالوت. في اشكال كتير وانواع كتير من الصوصات. هنعمل النهارده صوص اسمه جريفي. بكل بساطه هنجيب طاسه صغيره نحطها هنا كده عشان تبقى باينه لحضراتكم، ومعاها الاعشاب دي
وناخد شويه اعشاب كمان من هنا. في عندي كمان حته كرات، نشيل دول كده ملهمش لازمه. بعمل ايه بقى؟ حته الكرات دي باخدها، باخد الحته البيضه اللي موجوده بس مش محتاج الباقي، وبقطعها كده، بقطعها رفيع جدا بالشكل ده. ودي كمان، وبعكس كده بالشكل ده، ببتدي اعمل كده. ده بقى رفيع، وببتدي اخد ورق روزماري كده احطه هنا، وبحط البصل ده مع حته زبده صغيره بقى، مع مراعاه ان الزبده ما تتحرقش، وببتدي افرم الاعشاب بتاعتي. ومعانا احلى صديق البرنامج مدام ناديه. مدام ناديه. ايوه السلام عليكم. الو، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تسلم ايدك يا شيف على اللي بتعمله. الحمد لله، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله تمام. ممكن بس اترجى حضرتك تعيد لنا التتبيله الاولانيه، لان انا ما شفتش البرنامج من الاول. حاضر، عينيا. حاضر. التتبيله الاولانيه. حاضر. وكنت عايز اسال حضرتك على حاجه ثانيه. اتفضلي. الرز اللي حطيته ده مغسول وانت منشفه يعني؟ الرز مهم قوي ان هو يتغسل كويس جدا، بس احنا عشان وقت البرنامج بنصفيه كويس قبل البرنامج وبعدين تمام. اصل انا لقيته ناشف فكرت ان يكون حياتك حطيته كده يعني. لا 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 لا، لان هو لو الرز ما بقاش ناشف مش هيساعدني في ان هو في التسويه بتاعته. انا ممكن اوري حضرتك دلوقتي لو الكاميرا تجيبه. بصي الرز بتاعي، انا شفته ما شاء الله يعني، انا شفته بس لقيته ناشف كده. حياتك منشفه قوي؟ لا متنشف كويس. فكرت ان يكون انت ما غسلتوش من الاول. لا لا مغسول. ماشي يا فندم. تحت امرك، تحت امرك. الله يخليك. التتبيله المقادير هتنزل مع حضرتك دلوقتي. تسلم ايديك. البصله بتاعتي اول ما بتلون كده تمام، بحط لها معلقه سنه بوري. وبحط شوية مية صغيرين. ومعاه الديميجلاس الباودر بتاعي، ده هيبقى صوص للديك الرومي بالشكل. الطريقة دي كده تشيل الحاجة دي بقى بتاعتنا مش محتاجينها عشان نغرف الديك بتاعنا. عايزين نروح نبص على الديك الرومي بتاعنا وصل لإيه. تعال نبص كده عليه. الله الله، تعال بصوا حضراتكم. احنا رفعنا الورق الفويل من عليه، بصوا زي ما حضراتكم شايفين اهو. هنتغدى النهارده ديك رومي، نسيبه شويه لغايه ما الرز يكمل. الكبد بتاعتي خلاص استوت اهي، وادي الصوص كمان. حط للصوص شوية فلفل اسود، الو مدام نادية. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك؟ ازاي حضرتك؟ عاملة ايه؟ ايه يا جنجول عامل ايه؟ الحمد لله، صباح الخير. عاملة ايه؟ انا هنا يا ابن الحلال. ربنا يخليك دايما هنا في الدنيا. قاعدة مركزة معاك ومع الخلطة الجميلة اللي انت عاملها والله. ربنا يعزك يا رب. حاجة انا اتفرجت ما شاء الله، انا عامل لك الديك الرومي ده مخصوص علشانك، بس في فيها حاجه جديده جميله ما شاء الله. ربنا يخليك. انا عامل لك الديك الرومي. انا كنت عايز
لا انت كنت عايزه منك الرز بالخلطه. الف شكر، تسلم ايديك. ربنا يخليك. ما هو الرز بالخلطه اهو. انا ايوه، ما انا قاعده مركزه والله من اول البرنامج ما بدا، بس قلت ايه طيب الحمد لله، عشان مش بعرف اتفرج على الاعاده، قلت اركز الاول طيب. وبعد كده اعمل المداخله اهو. الرز بتاعنا اهو. صباح الفل على ابني الغالي والله. نهارك زي الفل يا حاج. الله يخليك. انا مش عارف بدلع ولادي، انت من ضمن ولادي. ربنا يخليك يعني. ده شرف ليا يعني. نافع. انا برضه كبيره اللي في ناس فكر انا بعكسك. ربنا يديك الصحه. ربنا يخليك يا ماما. استضفت البرنامج من الناس الجميله قوي اللي انا بتفائل بيها لما بتيجي تتصل بيا، وزي مامتي يعني الله يرحمها. الكبده بتاعتي خلاص استوت زي ما حضراتكم شايفين. ممكن بقى نعمل تركايه صغيره، الصوص اللي احنا عملناه الجميل ده نحط شويه على الكبده فهيديها طعم وتس. بصوا حضراتكم ممتعة يعني، عايز اقول لحضراتكم ان هي تحفة، ريحتها قلب الاستوديو عندنا. اهو انا بستمتع لما بشم ريحة الاكل يا جماعة. تعالوا هننقل الكبدة دي في حاجة صغيرة، نشوف حاجة صغيرة عندنا اهي، طبق صغير حلو اهو. حلوه دي للكبده. مهم قوي طريقه الغرف بتاعتنا. يعني انا بدعو حضراتكم ان انتوا تجربوا الكبده دي بالطريقه دي لوحدها، حتى لو مش تعملوا دي كرومي، حط دول وحد يجيب رغيف ويجي. الصوص بتاعنا نجيب برضو بولة صغيرة، نشوف بولة هنا دي جميلة قوي. الصوص بتاعنا حط الصوص بتاعنا جنب ده. كل الحاجات دي مش محتاجينها بقى دلوقتي. نمسح الحته دي علشان نطلع العملاق بتاعنا الديك الرومي. تعال نبص كده على الديك الرومي عامل ازاي. انا بالنسبه لي الديك الرومي زي الفل. نطلعه بالشكل ده. هستأذن حضراتكم نطلع فاصل ونرجع لكم بعد الفاصل. الله، الرز بكل بساطة اهو على نار هادية، وزي ما بيقولوا ايه، ادي العيش لخبازه، لو ما لقيتوش خبازه انا موجود. هنغرف الديك الرومي بتاعنا هنا والرز بتاعنا هنا. ممكن ان احنا نضيف الكبد دي في التوقيت ده على الرز بتاعنا بالشكل ده، ونسيب برضو شويه هنا، ناخد شويه كده هيدي برضو طعم كويس جدا. الله، بصوا حباية الرز كل واحدة مع أختها. هنغرف الديك الرومي هنا والرز، ناخد الشكل ده كده علشان حضراتكم تشوفوه كويس. شيل دي
عايز ادوق الرز اطمن عليه. شوف بمعلقه من دي كده، المعلقه الخشب بتاعتنا، حاجه تجنن وهتعجب حضراتكم. والسبايس اللي فيه بسيطه جدا. هنعمل كده بسم الله. اهو ده الرز بتاعنا. الله الله، ايه الجمال والحلاوه دي. شيل دي. استاذ طلعت بيشجعني في الاير بيس، بيقول لي الله شامم الريحه من عندي. حط هنا الرز بالشكل ده، نجيب دي ومعانا استاذ احمد صديق البرنامج. ايوه حبيبي. ازيك يا استاذ احمد؟ ازيك يا حبيبي؟ عامل ايه؟ ربنا يخليك. وحشنا صوتك والله. تعيش يا حبيبي، كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيب. انا عايز ابعت رساله لاختي الصغيره ام دعاء من عندك. تحت امرك، عينينا ليها. هو عيد ميلادها النهارده، اقول لها كل سنه وانت طيبه. كل سنه وانت طيبه يا مدام. مدام ايه؟ ام دعاء. ام دعاء. ام دعاء. أيوة. كل سنه وانت طيبه ام دعاء. متشكرين. كل سنه وحضرتك طيب. وانت بالصحه والسلامه. بنحط بقى الكبب بتاعتنا. بالشكل ده عليها. نمسح الحته دي. لو كنا نعرف ان النهارده عيد ميلاد مدام ام دعاء كنا عملنا لها تورتايه صغيره. كل سنه وهي طيبه، ويا رب دايما في صحه وعمر. بنحط الروزماري. اللون الذهبي ده طلع من المستردة والعصير الطماطم والحاجات التتبيله اللي احنا عملناها. اهم حاجه ان الفرن تكون هاديه شويه، وبعد ما تكون هاديه شويه بعد كده بشيل من عليها السيلفر او الغطاء اللي انا حاطه عليها علشان يبتدي ياخد اللون اللي حضراتكم شايفينه. مهم قوي ان انا الميه او المارينيه اللي انا حقنته تحت الجلد، بصوا حضراتكم، خلى الجلد يبقى طري بالشكل ده. الفها كده من هنا، خلى الجلد نفسه ما يبقاش ناشف حتى لو هو خد وقت طويل في قلب الفرن. فكل ما الميه بتبتدي تتفاعل جوه مع الحراره بينتج عنها ان اللحمه نفسها بتطرى وما بتفقدش الميه اللي فيها، وتحس ان الصدر نفسه ناشف. في ناس كتير بتفضل ان هي تاكل الورك علشان بيبقى طري، لكن النهارده بالتتبيله دي بالطريقه دي هنصح حضراتكم ان انتوا تجربوها، وهتعرفوا ان الصدر اللي احنا حققناه هيبقى طري زي حته الملبن.